طيب ايه الفانكشن اوف الكربوهيدرات، او هواي دو وي نيد الكربوهيدرات، ليه احنا محتاجين الكربوهيدرات في الوجبة الغذائية بتاعتي؟ الكربوهيدرات مهمة جدا في ان انا بحصل منها على الطاقة. يبقى لو انا اكسدت الكربوهيدرات يبقى الكربوهيدرات اوكسيديشن بتديني الانرجي. طب لو انا مش محتاج يبقى اخزن الكربوهيدرات دي على هيئة جلايكوجين، ويبقى عندي كده انرجي متخزنة عندي لما احتاجها اقوم حرقها. طيب الكربوهيدرات سبلاي الكربون اتومز فور سينسز اوف البروتين والليبيد والنيوكليس اسيد، كل الباي مولكيولز الاخر. ازاي الكلام ده؟ ان الكربوهيدرات داخل في الاستراكشر فريم ورك اوف الدي ان ايه والار ان ايه مولكيول، ممكن يعمل لينك مع الليبيد في ان هو استراكشرال كومبوننت اوف السيل ممبرين، ممكن يعمل لينك مع البروتين في عملية السلسل ريكوجنيشن. طب الفيت اوف الكربوهيدرات، المسار او المصير بتاع الكربوهيدرات في داخل الجسم. الكربوهيدرات في الوجبة الغذائية ايا كان النوع بتاعه كله هيتكسر ويديني المونومر الاساسي المتعارف عليه اللي هو الجلوكوز. الجلوكوز له احتمالين، الاحتمال الاول ان هو يحصل له عملية اوكسيديشن ويطلع لي اي تي بي انرجي عشان اعمل الاكتيفيتي اللي انا عايزها. الاحتمال التاني لو انا مش محتاج اعمل اكتيفيتي، لا انا هاخد الجلوكوز ان اكسس ده واخزنه في ثلاث اشكال، يا اما اخزنه على هيئه جلايكوجين في الليفر، يا اما احوله لفات واخزنه في داخل الجسم، او نون اسينشال امينو اسيد ويبقى بروتين سينسز دايت. اول مرحله بالنسبه لنا هي عمليه الدايجشن والابزوربشن اوف دايتري كربوهيدرات. نركز بقى مع بعض شويه كده يا شباب. احنا زي ما قلنا في المحاضره السابقه ان انا عندي اهتمام بثلاث اماكن في عمليه الدايجشن، اللي هو الماوس والاستومك والسمول انتست. هنلاقي في البدايه عندي ايه؟ دايتري كربوهيدرات. دايتري كربوهيدرات هتدخل في الماوس هتلاقي قدامها نوعين من انواع الدايجشن. اول نوع بالنسبه لي اللي هو الميكانيكال او الفيزيكال دايجشن، ده بيعمل ايه؟ بيلاقي فيه التيس او الاسنان بتعمل عمليه شوينج او مدغ للفودز اللي انا اكلتها عشان تقدر تساعد لي في عمليه الدايجشن. بعد كده هلاقي الصلايفا اللي هي اللعاب، اللعاب ده فيه دايجستيف انزيم بيسمى ايه؟ بيسمى سليفري الفا اميليز. يبقى سليفري يعني جاي من الصلايفا والنوع بتاعه الفا اميليز. طب السليفر الفا اميليز ده هيعمل لي ايه؟ هيكسر لي الوجبه الغذائيه اللي بتحتوي على الكربوهيدرات الى السكروز ومالتوز ولاكتوز، وهلاقي فيه لسه بعض البولي سكرايد اللي ما قدرتش تتكسر زي الديكسترين. هينزل على الاستومك، الاستومك فيها اتش سي ال، الاتش سي ال ده هيمنع عمليه الدايجشن اوف كربوهيدرات. يبقى اذا دايجشن اوف كربوهيدرات از تمبوراري ستوب ديو تو الهاي اسيديتي اوف الاستومك، بيقف مؤقتا في الاستومك. هينزل بقى على السمول انتستين، هلاقي السمول انتستين في عندها نوعين من الانزيم، في حاجه اسمها انتستاينال انزيم يعني السمول انتستين هي اللي بيعمل لها سكريشن، وفي حاجه اسمها بنكرياتيك الفا اميليز اللي هو جاي من البنكرياس. هنلاقي البنكرياتيك الفا اميليز اللي هو جاي من البنكرياس هيكسر لي اي ديكسترين موجود عندي ويحوله الى المالتوز. يبقى دلوقتي بقى موجود عندي في السمول انتستين داي ساكرايد اللي هما مالتوز لاكتوز ساكروز، هيجي عليهم الانتستاينال انزيمز اللي هما عباره عن مالتيز ساكاريز لاكتيز يشتغلوا عليهم. يعني المالتيز هيشتغل على المالتوز ويكسروا لي المونومرز بتاعته، ساكاريز هيشتغل على الساكروز ويكسروا المونومر بتاعته، لاكتيز هيشتغل على اللاكتوز ويكسر المونومر بتاعته. بعد كده هيطلع لي بقى المونومرز بتوعي دول اللي هم عباره عن جلوكوز فركتوز جالاكتوز، دول كده خلاص المونوساكرايد بقى كده قادر على ان هو يعدي الانتستاينال لايننج ويروح للبلد. هيعدي ازاي؟ عشان يروح بعمليه الابزوربشن بالاكتف ترانسبورت او الفاسيليتيف ديفيوجن. وبالتالي الاند برودكت اوف كربوهيدرات دايجشن هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن جلوكوز فركتوز جالاكتوز. بعمليه الخطوه اللي بعد كده ان يحصل عمليه ابزوربشن ان هو يعدي الانتستاينال لايننج عشان يروح للبلد. الميكانيزم عشان يقدر يعمل الحركه ديت هو عباره عن فاسيليتيف ديفيوجن بيشيل الفركتوز، والاكتف ترانسبورت بانترست بالجلوكوز والجالاكتوز.
ندخل على الخطوة اللي بعد كده اللي هي عملية الكربوهيدرات ميتابوليزم. في الكربوهيدرات ميتابوليزم الشباب مهم قوي الأرقام بالنسبة لنا، ده شيء أساسي. الترتيب ده مهم لأن ده الترتيب اللي بيتم في داخل الجسم. في عندنا نقطة تانية، ان احنا عندنا قلنا من شوية الفيت اوف كربوهيدرات او المصير بتاع الكربوهيدرات، قلنا فيه عنده احتمالين، ان الجلوكوز اللي جاي من عملية الدايجيشن والابزوربشن هيمشي يا اما اوكسيديشن يا اما يتحول الى مركبات استفيد منها. فاول بارت بالنسبة لي اللي هي عملية الايه الاوكسيديشن، فعندنا الجلوكوز اللي هو 6 كربونة بيدخل فيه عملية الجلايكوليسيس ويديني البيروفيت 3 كربونة. تاني بروسيس بالنسبة لي تحويلة البيروفيت الى الاستايل كوانزيم A. تالت حاجة بالنسبة لي اللي هو الدخول في سيتريك اسيد سايكل ثم الكترون ترانسبورت اتش. الاحتمالات التانية بقى ان هو يطلع لي مركبات تانية زي مثلا بيروفيت بيتحول للاكتيت، ممكن يدخل في البنتوز فوسفيت بصوي ويديني البنتوز شوجر، بعد كده ممكن يدخل في عملية الجلوكو نيوجينيسيس، ممكن يتحول الى الجلايكوجين عن طريق جلايكوجينيسيس او يكسر الجلايكوجين عن طريق الجلايكوجين لايسيس. نتعرف بقى عليهم واحدة واحدة، هنلاقي عندنا الكربوهيدرات ميتابوليزم الخاصة ب فور انرجي. فور انرجي يعني بتحصل منها على الطاقة، بتبقى ايروبيك كونديشن يعني ان بريزنس اوف اوكسجين. هنلاقي اول حاجه اللي هي الجلايكوليسيس موجوده في السيتوسول، بتحول لي الجلوكوز الى البيروفيت. تاني حاجه ندخل في الميتوكوندريا اللي هي تحولت البيروفيت للاستايل كوانزيم A، بعد كده الاستايل كوانزيم A يدخل في السيتريك اسيد سايكل ثم الكترون ترانسبورت اتش. اول بروسيس بالنسبه لي هي عمليه الجلايكوليسيس، بتتم فين؟ بتتم في السيتوسول، الغرض منها تكسير الستة كربون اللي هو الجلوكوز الى 2 بيروفيت مولكيول اللي هم 3 كربون، يعتبر بالنسبه لي المصدر الرئيسي للانرجي برودكشن. مهم جدا يا شباب ان العمليه ديت ما بتوقفش، لا لازم يحصل فارذر اوكسيديشن عشان احصل على مور انرجي عشان اقدر اعمل الفسيولوجيكال اكشن اللي انا محتاجها. ندخل على تاني مرحلة بالنسبة لي اللي هي conversion of البيروفيت للأستايل كوانزيم A. العملية دي بتحتاج انزيم بيسمى ايه؟ بيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس انزيم. ومهم جدا يا شباب كلمة كومبلكس انزيم، مجموعة من انزيمات تسمى بالبيروفيت دي هيدروجينيز. تالت عملية بالنسبة لي عبارة عن الكريبس سايكل او سيتريك اسيد سايكل تراي كربوكسيليك اسيد سايكل تي سي اي سايكل، بتحدث فين؟ بتحدث في الميتوكوندريا، هي عبارة عن الفاينل كومون اوكسيداتيف باسوي للكربوهيدرات والفات والامينو اسيد. مش بس بتديني الطاقة لكن كمان بحصل منها على انترميدييتس مهمة جدا في تكوين او تصنيع بعض الحاجات زي الامينو اسيد والجلوكوز والهيم. رابع بروسيس بالنسبة لنا اللي هي عبارة عن اوكسيداتيف فوسفوريليشن او الالكترون ترانسبورت تشين، بتتم فين يا شباب؟ بتتم في الانر ميمبرين اوف ميتوكوندريا، يبقى مش في الميتوكوندريا، لا ده في الانر ميمبرين اللي هو الجدار الداخلي للميتوكوندريا. هي ميتابوليك باس واي بتستخدم فيها الانزيم عشان تاكسد لي النيوترونز اللي انا باكلها عشان يطلع لي الانرجي على هيئة ATP. ممكن اقول عليها ان هي سيريز اوف كومبلكس، الغرض منها ترانسفير الالكترون، تحريك الالكترون من ريكتون دونر اللي هو عباره عن ناد اتش والفاد اتش 2، الالكترون اكسبتور اللي هو الاكسجين، من خلال عمليه ريدوكس رياكشن اللي هي ريدكشن اوكسيديشن او اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. خامس بروسيس بالنسبة لنا اللي هي الان ايروبيك جلايكوليسيس، دي بتحدث فين؟ في التشو ليك اوف الميتوكوندريا او اللي عندها ليميتد اماونت اوف اكسجين، ما عندهاش اكسجين بنسبة كبيرة زي المصل والار بي سيز. بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان البيروفيت بيتحول للاكتيت. البروسيس اللي بعد كده اللي هو الهكسوز مونوفوسفيت باسوي ال HMB شانت او بنتوز فوسفيت باسوي اللي هو البي بي بي او فوسفوجلوكونيت باسوي، بتتم في السيتوسول،
مهم قوي الشباب ان احنا عندنا no ATP is directly consumed او produced in the cycle، يعني مش بحصل على الطاقة في هذه السايكل، لكن بحصل على ايه؟ مهم جدا في عملية البايوسينسز اوف النات بي اتش اللي هي خاصة بالفاتي اسيد بايوسينسز، والبنتوز شوجر الخاصة بتصنيع النيوكليك اسيد. ممكن اعتبرها ان هي alternative pathway to glucose و TCA cycle for the oxidation of glucose. العملية اللي بعد كده اللي هي جلوكونيوجينيسيس. جلوكونيوجينيسيس بتحدث في الليفر، غرضها ان هي بتصنع لي جلوكوز منين؟ نون كربوهيدرات كومباوند، مركبات تانية لا تنتمي للكربوهيدرات، اللي هم عبارة عن ايه شباب؟ عبارة عن لاكتيت، بايروفيت، جلوكوجينيك امينو اسيد، وجليسرول. مهم قوي شباب احنا بنقول جلوكوجينيك امينو اسيد نوع من انواع الامينو اسيد بيسمى بجلوكوجينيك، وفيما بعد هنتعرف عليه. في عملية الجلايكوجين ميتابوليزم بتنقسم الى جزئين، اللي هو جلايكوجين سينسز بيسمى بجلايكوجينيسيس. الجلايكوجين طبعا هو الاستورج فورم اوف الجلوكوز في الليفر والمصل. العمليه ديت هي خاصه بسنسز اوف الجلايكوجين فروم الجلوكوز، بتتم في السيتوسول. مهم قوي ان هي بتحتاج للايه؟ للاي تي بي واليو تي بي بجانب الجلوكوز. تاني بروسيس خاصه بعمليه الجلايكوجين ميتابوليزم هي الجلايكوجين ديجريديشن، اللي هي الجلايكوجين لايسز، عبارة عن degradation of the stored glycogen، الجلايكوجين المخزن في الليفر والمصل. يبقى مهم قوي الشباب ان انا بكسر الجلايكوجين اللي في الوجبة الغذائية، لا اللي في حتة تانية، لا ده هو the stored glycogen، الجلايكوجين المخزن في الليفر والمصل، بتتم برضو في السيتوسول. هيحصل ايه؟ هيحصل تكسير للروابط الموجودة في الجلايكوجين اللي هي الالفا 1-4 والالفا 1-6 glycosidic bond. طب الديس اوردر اللي انا ممكن اتعرض لها لو حصل عندي مشكله في الكربوهيدرات ميتابوليزم، هم عباره عن الدايبيتس ميليتس والجلايكوجين ستورج ديزيز. وبكده اكون انهيت معاكم محاضره النهارده، يا رب تكون خفيفه ولذيذه عليكم. اتمنى شباب ان احنا نذاكر اولا باول عشان ما تركمش علينا المعلومات العلميه. شكرا يا شباب.